وتزامنا مع بدء العمليات التشغيلية لمشروع توسعة المطار ومبنى المسافرين الجديد، قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ومع وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة بشركة مطار البحرين بالافتتاح الكامل لطريق 2403 ضمن مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي. ضمن المشاريع التطويرية لشبكة الطرق في مملكة البحرين، قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات بتطوير الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي الجديد رقم 2403 بتقاطعه مع شارع خليفة الكبير وشارع المطار، ليتم افتتاحه تزامناً مع افتتاح مطار البحرين الدولي، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية والوصول إلى مبنى المطار الجديد ومواقف السيارات والمرافق الأخرى المرتبطة به. وتنوه الوزارة لجميع المتوجهين إلى مطار البحرين الدولي الجديد باتباع المسارات التالية: للقادمين من جسر الشيخ عيسى بن سلمان يرجى الانعطاف يميناً باتجاه شارع خليفة الكبير، وللقادمين من جسر الشيخ حمد يرجى الانعطاف يميناً باتجاه شارع خليفة الكبير للتوجه إلى تقاطع الصقر، ومن ثم الاتجاه يساراً، ومن ثم الانعطاف يميناً على طريق 2403. وللقادمين من منطقتي عراد والحد على شارع عراد باتجاه الغرب بإمكانهم الانعطاف لليمين عند تقاطع الصقر على شارع خليفة الكبير باتجاه تقاطع المطار، ومن ثم الانعطاف يميناً على طريق 2403. أما بالنسبة للقادمين من الدير وشرق البسيتين نحو المطار عبر شارع المطار، عليهم الانعطاف يميناً عند تقاطع المطار باتجاه شارع خليفة الكبير، ومن ثم الدوران العكسي عند مدخل دوحة عراد، ومن ثم الانعطاف يميناً نحو طريق 2403. وقد تم تطوير التقاطع السابق بشارع المطار وشارع خليفة الكبير وطريق 2403 بتحويل الدوار إلى تقاطع يدار بإشارة ضوئية مع توفير مخرج للمطار على التقاطع نفسه. كما تم إعادة إنشاء الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي رقم 2403 وتحويله إلى طريق باتجاه واحد من الغرب إلى الشرق بثلاث مسارات رئيسية، بالإضافة إلى توفير شارع خدمة في الجانب الجنوبي من الطريق. وعند الخروج من المطار سيتوفر للمغادرين خيارين: الأول عبر التوجه مباشرة نحو تقاطع المطار، أما الخيار الثاني من خلال العودة على طريق 2403، وذلك باتخاذ المسار الأيسر للدوران العكسي والتوجه من الغرب إلى الشرق باتجاه تقاطع شارع عراد. مع تحيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نعمل من أجلكم، نطور لخدمتكم.